قبل أيام من قدوم شهر رمضان يستعد حيدر للتسوق من أجل استقبال شهر الصيام، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت يدفعه للشكوى حول مقدرته على توفير ما يحتاجه من مواد غذائية مع تواصل الأزمة. متعودين على دائما يكون غلاء الأسعار يكون برمضان، لكن الآن سبق رمضان هذا غلاء الأسعار، منها غلاء سعر الزيت اللي موجود، اللي بطل الزيت الآن أصبح ب4000 دينار. هذا كلام يعني الله يعين الفقير اللي ما عنده يعني. ومع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وغياب الموازنة يرتفع الجدل نيابيا حول مسودة قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي التي أرسلت للبرلمان كحل بديل عن غياب الموازنة لمواجهة أزمة الأسعار، ويعترض برلمانيون على تخصيصات القانون التي تبلغ أكثر من 25 تريليون دينار. من الواضح أن تمرير هذا القانون سيعني أن الحكومة القادمة ستستلم خزانة خاوية من السيولة والوفرة المالية، هدف منه هو تمرير قانون الموازنة بشكل مخفي لتمشية الأمور اليومية، ألا أن المحاصصة والحصص الحزبية حاضرة في كنفات هذا القانون. 25 تريليون هو عن فائض الوفرة تخمين. وأكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن القانون مؤقت لحين إقرار الموازنة ويعالج الأزمة الغذائية الحالية، إضافة لتوفيره 12 وجبة ضمن مفردات البطاقة التموينية مع إمكانية توزيع الحصة التموينية شهرياً ضمن القانون المقترح. ويرى اقتصاديون أن حذف فقرة الاقتراض من القانون كانت مهمة في ظل الوفرة المالية المتحققة. الآن يعني 9 مليارات دولار العائد لهذا الشهر، وقبل 8 مليارات يعني، وهذا عائد ممتاز جداً، ممكن أن يرفد الخزينة ويغنينا عن الاقتراض الداخلي والخارجي. وأكو نقطة مهمة جدا حقيقة تم حذفها من برنامج العفو من قانون الأمن الغذائي، وهي الاقتراض الخارجي. ويقضي القانون الذي تمت قراءته الثانية في مجلس النواب بفتح حساب من قبل وزارة المالية بما لا يزيد عن 25 تريليون دينار عراقي شهريا من فائض الإيرادات والاقتراض، يخصص منها 35% لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر ودعم البطاقة التموينية وتوسيع المشمولين بمفرداتها، إضافة إلى تسديد مستحقات الفلاحين للمواسم السابقة وشراء المحاصيل الزراعية المحلية. لبرنامج بالعراقي، أسعد الزلزلي، أربيل.